ماكينة الأهداف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تحطيم الأرقام في الدوري السعودي. أولاً، عادل رقم النجم السوري عمر السومة في الحصيلة القياسية من الأهداف خلال موسم واحد، وعادل الهداف المغربي سلسلة تسجيل الأهداف مع البرازيلي فيكتور تيموس مهاجم الأهلي السابق والسومة بالتسجيل في 9 مباريات متتالية، واقترب من رقم برازيلي الهلال السابق ويسلي لوبيز صاحب الرقم القياسي للتسجيل في مباريات متتالية.